السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، ورجعنا لكم تاني وحلقة جميلة جدا عن كون كلمة. واحنا طبعا خدنا في الحلقات السابقة كلمة من ثلاثة أحرف، أنا هزود عليها حرفين اتنين هيبقوا مع كل الكلمات. ركز معايا كويس جدا في الحلقة دي، ركز معايا كويس جدا. ايه هما الحرفين؟ ركز معايا اهم، الألف بدون همزة واللام. ألف ولام بينطقوا على بعضهم كده، بنقول عليهم ال 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 آ، يبقى الألف عليها فتحة. ده مفيش همزة يا أستاذ، تمام، بس على فتحة تنطق آ. ال ل ل يبقى اللام عليها سكون. يبقى الاتنين دول خد بالك بقى، لو جم في بداية الكلمة بقول عليهم ال ال، انطق الالف واللام، انطق الالف واللام مع بعض ال، لكن مش في كل الايه الكلمات. يعني ايه يا استاذ؟ يعني اقول عليهم ال، يعني انطق الالف واللام مع بعض لو الكلمة ما فيهاش مش بعد اللام اي حرف من الحروف دي. ازاي يا استاذ؟ يعني هنا حرف الباء؟ لا، يبقى لما اقول ايه ال وانطق الباء، الباء الباء، ركز معايا، هنا حرف الحاء او الخاء او الجيم؟ لا يا استاذ، برافو، يبقى الحاء الجاء الخاء، ماشي، الحاء الجاء الخاء. طيب هنا حرف الفاء؟ لا، الفاء، يبقى ال زي كلمة ايه؟ الفانوس. ها هنا حرف القاف؟ لا، القلب القلب. نطق الالف واللام ليه؟ لان ما جاش بعد اللام اي حرف من الحروف دي. طب هي ايه الحروف دي يا استاذ؟ دي اسمها حروف اللام الشمسية. حروف اللام الايه؟ الشمسية. يعني ايه حروف اللام الشمسية؟ يعني قال لي الشمس انا ما اقدرش انظر لها نظرة كده وجها لوجه كده، عينيا توجعني قوي. فلما يكون عندي حرف من حروف اللام الشمسية دي، مش هشوف اللام خالص، هشوف الالف بس. ازاي يا استاذ؟ يعني الالف تتكتب واللام ما تتكتبش؟ لا، الالف هتتكتب واللام هتتكتب، بس مش هننطق اللام. طب امال امتى ننطقها؟ لو جه اي حرف بعد الالف واللام غير دول خالص. طيب بكره ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله هن ايه؟ هنحذف الحروف دي كلها ونكتب الحروف اللي بيجي بعدها الف، يعني اللي بيجي فيها الف ولام كتابة ونطقا. يعني ايه كتابة ونطقا؟ يعني بكتبها وانطقها، بقول ال، نطقت الالف واللام. اما النهارده بقى اليوم هكتب الف ولام وبعد منه حرف من الحروف دي. ركز معايا كويس جدا. طبعا اتفقنا ما ينفعش اللام بالشكل ده، طالما هشبك فيها حرف يبقى لازم لها قاعدة على السطر، تمام؟ اهو ال، واحط التاء، ركز معايا، ال 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 كله ال ال يا استاذ. ايوه، وهقول لك ايه بقى دلوقتي حالا، ال ال ده انت عملت كتير قوي يا استاذ، تمام، هنعدهم بس الاول كده. دول كام؟ انا عايزهم 14،
ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لسه فاضل 5 لسه فاضل ايه 5 برضه هنكتب الخمسه وركز معايا كويس جدا. طب ليه يا استاذ ما تخليهم 15 وخلاص بدل 14؟ ادي 1 ها 2 هقول لك ليه 14 دلوقتي. ادي 3 شو ناقص لك؟ كان ناقصنا 5. ادي 3 ادي 4 ادي 5. كل دي بقى اسمها ايه؟ ألف ولام. ال 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 نطقت الألف ولام اهو. ال آ ولام ال. حلو. أنطق الألف واللام ركز معايا. لو ما جاش بعدهم حرف من الحروف دي اللي هي حروف اللام الشمسية، طب هم كام دول؟ احنا عدينا دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. عد الحروف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لا 14. يبقى حروف اللام الشمسيه 14 حرف. طب ما الحروف اللام القمريه 14 برضه. يبقى 14 لام شمسية و14 لام قمرية. طب فين حروف اللام القمرية اللي هي مش موجودة هنا اللي ناقصة؟ اللي ايه؟ اللي ناقصة. ناقص هنا ايه؟ الألف والب. ها؟ وناقص هنا ايه كمان؟ الجيم والحاء والقاء. ها؟ وناقص هنا ايه تاني؟ ها؟ الفاء والقاف والكاف. ها؟ واللام والميم والواو والياء. ماشي؟ ما علينا، دي حروف اللام الايه؟ الشمسية. ايه بقى حروف اللام الشمسية؟ دي اسمها ال، خلاص؟ اتفقنا اهو. بس لو جه بعدها حرف من الحروف دي مش هنطق اللام خالص. يا راجل، والله. اهي، خدنا التاء، ناخد ايه؟ الثاء. وناخد الدال. والذال. والراء. وازاي؟ والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. ها، يبقى حروف اللام الشمسية التاء والثاء والدال والزال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. أنهي لام؟ اللام اللي هي باللون الأحمر. طب انت بتقول لي يا استاذ احنا كده مش هننطق اللام خالص؟ مش هننطقها خالص. بس هننطق ايه بقى؟ هينطق الالف بس. واللام مش هننطق. ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني الحرف التاء ده هينطق مرتين. هينطق ايه؟ كم مرة؟ مرتين. مرتين ازاي؟ ركز معايا. هحط هنا فتح. ما ينفعش فتحة بس، لازم فتحة وشد. يعني شدة وفتحة. ايه الشدة دي؟ الشدة دي عاملة زي السنتين بتوع السي. طب يعني ايه شدة؟ يعني حرف عليه شدة. طب هو الحرف ده عليه حاجتين اتنين، لان احنا هننطقه مرتين. طب هننطق الحرف اللي هاشي. ايه الشدة دي؟ الشدة دي اصلا عبارة عن حرف، صح؟ بس عليه سكون. على ايه؟ سكون. يعني ايه سكون؟ يعني ساكن. وهننطق يعني ايه ساكن دلوقتي. يبقى الحرف ده عباره عن ايه؟ حرف عليه سكون وحرف عليه فتح. حرف عليه سكون وحرف عليه ايه؟ فتح. مش الشده هي السكون؟ والفتحه هعملها بلون تاني اهو عشان نبقى واخدين بالنا. مش الشده هي نفسها تساوي السكون؟ الشده معناها حرف عليه سكون. ها؟
يبقى دي حرف وده ايه؟ حرف. يبقى الكلمه هتنطق الحرف ده ينطق كام مره؟ مرتين، مره عليه سكون لازم يبدا بسكون، مره عليه سكون ومره عليه فتحه. طيب لو جينا هنا وعملنا بلاش هنا، هنيجي هنا وهنعمل شده وتحتها الشرطه كده. شوف الشرطه فوق كان اسمها ايه؟ فتح، تحت الشده تبقى كسره. يبقى معنى كده ان الحرف ده عليه ايه؟ ها؟ برضه حرف عليه سكون وحرف تحتيه ايه؟ كسر، نفس الحرف تحتيه كسر. تمام. هنيجي هنا وهنعمل شده وضم. يعني ايه؟ يعني الحرف ده عباره عن ايه؟ حرف عليه سكون وحرف عليه ايه؟ ضم. تمام يا استاذ، انت عمال تعمل لي تشكيلات بس وحركات ولسه ما قرناش حاجه خالص. طيب عشان نقرا نتفق على شيء معين. ايه الشيء المعين؟ ان الحرف اللي يجي بعد اللام من الحروف ال 14 اللي لازم تتحفظ، لازم يقرا مرتين. طب اقراه لي كده مرتين يا استاذ. ها؟ عشان اقراه مرتين مش هقرا اللام خالص. هقرا الالف واقرا الحرف ده مرتين. هناخد اول حرف ا. مش هنطق اللام بقى خالص. اهي ان شاء الله يكون عليها فتح. ها الحرف ده ايه بقى؟ مرتين، مره ايه؟ برافو، مره سكون ومره فتح. اهي انا بقطع لك الحرف اهو عشان تعرفوا احنا بننطقه اصلا ازاي. ده حرف ايه؟ التاء. يبقى التاء ناخدها مره عليها سكون ومره عليها ايه؟ فتح، لان هي شده وفتح. طب ودي؟ ها؟ ازاي؟ ادي الالف بتاعها اهو. ازاي؟ ها؟ حرف مره عليه سكون والحرف الثاني ايه؟ تحتيه كسر. ها؟ طب ودي؟ ها؟ الطاء. الالف اهو عليه فتح. الطاء مره عليها سكون، لازم سكون الاول يا حبايبي، ومره عليها ايه؟ ضم. مش دي شده وضمه؟ تمام. نقرا بقى. هناخد اول واحده دي. انا قلت ايه؟ الالف ينطق اما اللام لا تنطق. الالف ينطق والتاء تنطق مرتين. ها؟ فين الالف؟ اهو. انا ما نطقتش اللام عشان كده ما كتبتهاش. هنطق ازاي بقى؟ اقول ايه؟ الساكن مع اللي قبله. الله، وفين الساكن؟ اهو الحرف اللي عليه سكون اهو. حرف التاء، يبقى هنطق التاء مع الالف. اللي ما يعرفش يا جماعه الحروف المسكنه ازاي بيقراها، في عندنا حلقتين اتنين على الحروف المسكنه، ازاي يقرا الحرف اللي ايه؟ او الكلمه اللي فيها حرف ساكن. عندنا اكتر من حلقه موجودين في الفيديو في القنوات، يا ريت ايه تتابعونا فيهم. ها؟ هنطق دول ازاي؟ ركز معايا. لو قلت ا ووقفت مش هينفع. لازم اقراهم الاتنين مع بعض. الاثنين مع بعض مرتبطين ببعض. يعني اقول ايه؟ اقول ايه؟ ما اقولش ا. طب وهنطق التاء ازاي بقى؟ عليها سكون، سكون يعني اقف عندها. اقول ايه؟ تاء بقت مفتوحه لو قلت تاء. امال اقول عليه ايه؟ ات ات ات. انا نطقت اللام؟ لا، هي نفس الكلام كده. هنا مش هنطق اللام، ات. بس التاء كده انت نطقتها مره واحده، صح؟ برافو عليك. ولازم تنطق مرتين. اقول ايه؟ ات. ما اقولش ات واتا، لا ما اجيبش الالف تاني. مش التاء، مش تاء مرتين اهم. يبقى ات مع بعض، ات تا ات تا ات تا ات تا. ما نطقتش اللام ونطقت التاء كم مره؟ مرتين. طيب لو ما جابليش شده يا استاذ على الحرف اللي بعد اللام ده خالص، على طول هتكون حافظ انت الحروف دي. اي كلمه اولها الف ولام، اولها الف وايه؟ ولام، وبعدها حرف من الحروف دي مش هنطق اللام خالص. حتى لو هو ما ادانيش الكلمه اقراها وقال لي اكتب. التاء ده نطق الالف ونطق حرف من حروف اللام الشمسيه، يبقى لازم اكتب لام. اوعى ما تكتبهاش، لا هي تكتب لكن ما تنطقش. ها؟ يبقى دي اسمها ايه؟ التاء.
ت. اللي بعديه أث ث ث ث ث ث مش سين يا أستاذ. أس أث 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 أهي أث أهي أدي الشد أث. ها والسين الثانية الثاء الثانية مفتوحة أث. طب ودي ها أد ما انطاش اللام خالص اهو. قد قد الدال نطقتها مرة واحدة قد لأن لسه عليها سكون اهو. ها طب عليها فتحة بقى يبقى قد دا قد دا. ها والذال ها أذ أذ. ها والراء ما قلتش الراء. الراء دي لما كل واحدة كده اسمها راء. طالما عليها أي حركة بيتغير مقطعها الصوت أو ليه؟ أر أر أهي نطقت الراء. أر أر زي كلمة الرجل الرجل. وزي دي إيه؟ أدا الدبابة. ودي التاء ها التابوت. ها الثاء الثعلب. ما بقولش الثعلب. ينفع اقول الثعلب؟ ينفع اقول وجدت الدب؟ لا بقول الداء. ها الزاء. ركز معايا هنا بقى شده وكسره. انطق بقى الحرف برضو. الالف انطقه والزال انطقه عليه سكون الاول وبعد كده انطقه عليه مكسور. يبقى ايه؟ ازي ازي أزي. ها أس ها أسي أسي. ها برافو. ها ها أشي أشي. اوعى تنطق اللام خالص اهي. ها ركز معايا. ها دي حرف الصاد. ها أصي أصي. ها ركز معايا. ها أض ضي أضي زي كلمة إيه؟ أضياء أضياء. ها هنا إداني شدة وضم تمام. يبقى هنطق الحرف مضموم مرة عليه سكون ومرة عليه ضم. الطق عليها ضمه بايه؟ بنقول عليها ايه؟ طو صح؟ طب والطق عليها سكون ما ينفعش انطقها لوحدها يا استاذ لازم انطق حرف قبلها. طب انا هنطق انا وحرف ما احنا اتفقنا يا استاذ ان اللام دي مش هننطقها تمام واللام دي الاخرى ودي كمان. طيب هنطق ايه يا استاذي؟ قط اهي قط قط. ها نطق الطق مره ايه؟ وارجع انطقها تاني طو. ما اقولش طا طا أطاطو لا أطاطو أ طا طو. يعني دي عليها فتحة ودي عليها ضمة؟ لا طبعا ما عليهاش فتحة ده دي عليها سكون. يبقى ليه؟ أط لازم ينطقوا مع بعض أطو. ها مين يا حبايبي يقول؟ ها ركز. ها أز أز مش أز أز ظ من الحروف المفخمة أزو أزو. ها مش هنطق اللام. ها ألل ألل لا ما اللام دي ما بننطقهاش خالص. أمال ما هي يا أستاذ لام قدامنا أهي. طب ده في كمان لام أهو بقى يا أستاذ. ما احنا بننطق دي بس هي اللي مرتين. نقول إيه؟ ال أهو كده ال ما نطقش ده خالص. ألو يبقى نطقت اللام دي كم مرة؟ مرتين. دي ما نطقتهاش خالص. ها أن أهي أن نو أن نو. طب هي يا أستاذ الحروف دي بس هي شدة وفتح والحروف دي بس شدة وكسرة؟ لا طبعا أي حرف أنطقه
مرة عليه شدة وفتحة، وانطقه تاني مرة عليه شدة وكسرة، ومرة انطقه مرة عليه شدة وضم. يعني التا ممكن اخليها التي، التو زي كلمة التوت، ها، الثا، الثي، الثو، الثعبان، الثو، اي الدا، الدبابة، الدي، الديك، الدو، الدب، ها، الذا، الذا، الذائل، ها، الذي، الذئب، الذو، ها، الرا، الري، الرو. يعني اذا الكلمة اللي عليها شد هعرف ازاي بقى؟ الحروف ال 14 دول يا حبايبي لو جم قبلهم الف ولام ما تنطقش اللام خالص. طب لو الاستاذ قال لي اكتب لي ايه؟ الطاء، 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 الطاء من ال 14، يبقى عشان اكتبها بيقول لي مثلا اكتب لي ايه؟ الطاء، الطاء، الطيار، الطاء، الطاء، قال لي الطاء ده نطق الالف، والطاء من الحروف بتاع اللام الشمسية يا أستاذ، يبقى أعمل إيه؟ ركز معايا، طالما قال لي آ ونطق حرف من حروف اللام الشمسية يبقى بعد الألف لازم أكتب اللام اللي أنا مش هنطقها. أط، وقال لي، قال لي إيه؟ الطاء، يبقى طاء مد بالألف أهو، بس الطاء هنا لازم أحط عليها شدة وفتحة. الطاء. طيب الطي، الطي، في فرق بين الطي والتي. الطي الطاء مفخمة، الطي زي ايه؟ الطين، الطين، الطين. وما دي اسمها ايه؟ التي، التلميذ، التي. يبقى لما يقول لي اكتب، اكتب معايا الكلمة دي، الدو، راح جاي نطق الألف ونطق الدال مرتين، ركز معايا ما تقوليش نطقها مرة واحد، لا، الدو لازم هيكون بينطقها مرتين، حتى لو نطقها سريع لازم أنت هتعرف. هعرفها إزاي يا أستاذ؟ لما تحفظ حروف اللام الشمسية دي تعرف إن المعلم لو نطق الألف وبعد منه حرف من الحروف دي على طول يبقى هو نطق الحرف ده مرتين، حتى لو نطقه بسرعة وأنت ما خدتش بالك. زي ما يقول ايه؟ الرجل، اهو الرجل، الرجل، ده نطق الالف والراء، الراء من حروف اللام الشمسية، يبقى في قبلها لام، يبقى في بعد الالف لام على طول، في بعد الالف ايه؟ لام، لازم يتكتب، لازم ايه يتكتب. اشوف الفيديو بس عشان خاطر ما ايه؟ ما تقلش عليكم كده، كويس جدا جدا، ماشي. يبقى حروف اللام الشمسية يا حبايبي لازم تتقرأ كويس جدا وتتحفظ، ويا ريت تردد معايا: التاء، الثاء، الدا، الذا، الرا، المكسورة بقى، الزي، السي، الشي، الصي، الضي، عليها ضمة ايه؟ الطو، الزو، اللو، اللام دي اللي بنقراها دي ما بنقراهاش خالص، اللو، بنقراها مرتين، النو. لو قرأنا الحروف دي كويس وتمعنا فيها وحفظنا الحروف دي يا حبايبي يبقى المعلم لو قال لي أي كلمة أولها ألف وبعدها حرف من الحروف ده، بس ألف مفتوحة، ألف إيه؟ ومفتوحة، والحرف اللي بعدها ينطق مرتين، يعني ما يقوليش كلمة إيه؟ أطول، أط، أطول، أط، ده نطق الطاء مرة واحدة، ما يبقاش فيها لام شمسية خالص. زي إيه؟ أهي هنقول إيه؟ أطول، أه أه، أط، نطق الطاء عليها سكون، تمام. ها بس ما قاليش إيه؟ أطا، أطا، لازم ينطق الحرف ما ينطقهوش ساكن، لو نطقه ساكن بقى حرف واحد، زي كلمة أطول. هنا بقت ايه؟ حرف واحد بس ما فيهوش لام بقى، ليه؟ لان هو نطقها لي مره واحده، اط ول،
قط، ما قالش قطة، قال لي قط. نطق الطاء عليها سكون. استحالة بعد اللام يجي حرف ساكن، استحالة بعد الألف واللام يأتي حرف ساكن خالص نهائي. ليه؟ لأن اللام أصلا ساكنة. اللام أصلا إيه؟ أهي ساكنة عليها سكون. ما ينفعش حرفين اتنين ساكنين يجوا ورا بعض، يبقى لازم الحرف اللي يجي بعد اللام لازم يكون يا مفتوح يا مكسور يا مضموم. يبقى لما انطق الالف لازم انطق الحرف اللي بعده مرتين، لازم يكون الحرف اللي بعده مفتوح او مكسور او مضموم. التاء، التي، التو. انما لو اقول ايه؟ قط، قط، ده نطق الالف والطاء، يبقى ما فيش لام خالص. ليه؟ وحتى نطق الطاء مره واحده. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.